بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بتاعكم. إن شاء الله النهاردة هنتناول تمرين جديد على رسم المنظور. التمرين ده كان طلبه من أخونا المهندس محمود على صفحة الفيسبوك، ولو حابين نشرح أي تمرين أو نحله لحضراتكم سيبوه لنا في التعليقات أو راسلونا على صفحة الفيسبوك وإن شاء الله نحله في أقرب وقت. نيجي للتمرين اللي قدامنا ده نركز فيه عشان في بعض الحاجات كده. طبعا لازم نبدأ من النقطة الثابتة اللي إحنا قلنا عليها، وليكن النقطة دي. ابدا واقف اعمل الجزء ده، كل واحد يقول لي انا عايز اعمل الكيرف ده وانا شغال، يبقى تحدد مركزه تقف تعمله، تعمل تنقل لورا وتكمل بقيه الجزء ده. خلاص، واحد يقول لك لا انا هكمل من هنا، يبقى يكمل الحته دي ويبدا يكمل الحته دي. ركز بس عشان الخط ده انت ما تعرفش هو ميله كام. واحد يقول لي ده ميله 30، لا هو مش ميله 30، ده هو تركز هتلاقيه بيقول لك لازم ترسم النقطه دي وتوصلها للنقطه دي وتشد الخط ده. فخلاص يبقى انسى الخط ده دلوقتي، يبقى كمل ده وكمل ده واطلع بالمقدار ده وارجع هنا، ولما احدد النقطه دي اقف هنا واعمل الخطين دول. خلاص، وبعد كده اوصل دول بيها ويبقى انا كده خلصت. طبعا اقفل الشكل معاه واحدد مكان الجزء ده وابدا اشتغل. تعال بقى نبدا نطبق الكلام ده. اهو اقف هنا الحته دي، اعمل كده خط ميل بزاويه 30 مقدار ال 20 واطلع راسي. راسي لحد فين؟ الارتفاع ده كله هتلاقيه 90، والنص القطر بتاع الفص اللي فوق ده هتلاقيه 25، يبقى بالتالي لازم تقف تطلع لحد 65 عشان ما تدخلش على المكان اللي فيه الكيرف. واحد يقول لك انا عايز ارجع اكمل من هنا، كمل براحتك. الخط ده هتلاقيه كام؟ لو عملت العرض كله ب 70 والحته دي 40 يبقى الحته دي 30. بعد كده اجي من هنا مايل بزاويه 30 بمقدار كام؟ الحته دي كلها 50 والحته دي 20، يبقى تلاقي ده 30. بعد كده اجي مايل بزاويه 30 بمقدار ال 40 واطلع راسي كده في الخط ده بمقدار ال 20. بعد كده اجي مايل بزاويه 30 بمقدار ال 20، وبعد كده اجي مايل بزاويه 30 بمقدار العرض ده اللي هو احنا قلنا عليه 30. خلاص حددت النقطه دي زي ما قلنا بقى. تعالى اقف هنا كده قصاد النقطه دي قصاد النقطه دي ووصل لحد فين؟ لحد ما يجي يتقاطع مع خط الراس ده يطلع من هنا. خلاص، بعد ما تقطع معاه تعالى هنا امشي مايل بزاويه 30 لحد فين؟ لحد ما يجي يتقاطع مع خط الراس اللي هنا ووصل ده. ده لو جبت منه هتلاقيه واصل معاك في السنتر زي ما انت عارف. واحد يجي يقول لك طب انا ممكن اكمل واطلع من هنا راسي لحد فين؟ لحد ارتفاع النقطه دي عن تحت ب 90. خلاص، واوصل الحته دي فيه. طب دي هتوصلها فين؟ هتلاقي دي هتميل كده ماشي بزاويه 30 مقدار ال 20 بتاعك، هي الحته دي تقوم جاي موصل لي فيها. واحد يقول لي لا ده انا كنت اعمل كيرف هنا واعمل الخط ده واوصلهم ببعض عادي، كل الطرق زي ما بيقولوا تؤدي الى روما. خلاص، انت عملت ده وكملت، كمل بقى يا سيدي الكلام ده فوق اهو. تعالى هنا المكان ده واعمل الكيرف بتاعك، حدد مكان الكيرف بتاعك هنا 25 وهنا 25 وقف اعمل الكيرف بتاعك. وكذلك ان الكيرف ده ورا واعمل الحته دي. هيقول لك لا انا كنت اعمل الكيرف كده واطلع من هنا. خلاص انت حر، اعمل دي او اعمل دي، الاثنين هيوصلوك لنفس الحل. يبقى انا خلاص خلصت الجزئيه بتاعتي اهي، ابدا اجي في الحته بتاع السلوت اللي هنا دي. ركز بس في حته السلوت دي لان هو مديك البعد الراسي بس مقداره 20. البعد الراسي ما بين مين؟ ما بين الحافه دي ونهايه الكيرف. الكيرف ده اصلا نص قطر بتاعه كام؟ نص قطر بتاعه هتلاقيه زي ما هو مديلك في المثال اللي هتلاقيه الرابط بتاعه تحت الفيديو. العرض ده كله 20 يبقى نص القطر 10. فبالتالي نص القطر ده بيبعد عن 20 دي كام؟ 10. يبقى مركز الشكل ده فين؟ 30. طب عرضه هنا قد ايه؟ فلما اديهولكش هو كاتبه لك تقريبا هيبقى على مركز الكيرف اللي هنا، يبقى على بعد 25. يبقى انت تيجي من هنا على عرض 25 تنزل من هنا 30، هتلاقي تحت ده 5 مللي، تقف وتعمل الكيرف ده في البيضاوي زي ما شرحنا البيضاوي قبل كده. وخلي بالك ده برضه ربع بيضاوي، مش شرط انك ترسم البيضاوي كله. شرحنا برضه قبل كده طريقة عمل ربع البيضاوي هتلاقيها في البلاي ليست. خلاص؟ وبعد كده تنزل راسي بمقدار ال 40، وبعد كده تعمل الكيرف اللي تحت ده، ويبقى انت كده خلاص خلصت الشكل بتاعك بكل بساطة. اعمل السنتر لاينز بتاعتك وابدأ كمل الشكل بتاعك. كده اعتقد احنا خلصنا الشكل بكل بساطة، مفيش أي حاجة تانية فيه. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. نتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير له، ولو في اي استفسار سيبونا في التعليقات او ارسلونا على صفحة الفيسبوك اللي موجودة في وصف الفيديو، وتعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على يوتيوب ولايك للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.